المشاهير ناس عادية مثلي ومثلكم، يغلطون ويسوون بلاوي ويجيبون العيد عادي، بس في فرق بيننا وبينهم إنه كل غلطة يسوونها تكون مسجلة للأبد. لو مشهور سوى شيء واحد غلط، خلاص الناس تمسك عليه هذا الغلط لين ما الآدمي يموت، وفي مرات يجيبون العيد بشكل كبير ويدخلون السجن. في هذا الفيديو بنتكلم عن 8 مشاهير دخلوا السجن. ليش 8 بالضبط؟ لأن في 16 مشهور ومشهورة حابة أتكلم عنهم، فنص بتكلم عنهم في هذا الفيديو والنص الثاني في فيديو آخر. طبعا في هذه الليستة بتكلم عن المشاهير الأجانب مو المشاهير العرب، وتحديدا المشاهير في أمريكا. والشيء الثاني إن بتكلم عن مشاهير كلنا نعرفهم سواء كانوا مغنيين أو رياضيين، ما بتكلم عن مشاهير البرازيل مثلا لأن ما حد يعرف مشاهير البرازيل أصلا. بما أني وضحت كل شيء، يلا نبدأ الفيديو. أول شيء بتكلم عن مشهورة اسمها ميشيل رودريغيز. اللي ما يعرف ميشيل رودريغيز، هذه الإنسانة اللي تكون موجودة في كل أفلام فاست أند فيورست. ميشيل تمثل في الأفلام إنها الفتاة الخطيرة القوية التي تركب الدراجات، وفي الواقع هي كده فعلا، هي الفتاة الخطيرة القوية التي تركب الدراجات، وهذه مشكلة ميشيل الأولى. ميشيل عندها هوس بالسرعة والسيارات والدراجات وهذه الأمور، ودخلت السجن من قبل بسبب إنها كانت تسوق بتهور وتعدي الإشارات الحمراء. الإنسانة حرفيا جابت العيد، وفي الآخر دخلت السجن يوم واحد بس لأن السجن كان زحمة وما كان في مكان تقعد فيه، تخيلوا. وفي مرة من المرات كانت تسوق تحت تأثير المخدرات، والإنسانة برضو ما دخلت السجن لأن السجن كان زحمة. هالإنسانة حرفيا أكثر إنسانة محظوظة في التاريخ. في المرتبة السابعة بنتكلم عن روبرت داوني جونيور. اللي ما يعرف روبرت داوني جونيور، روبرت هو الشخص اللي كان يمثل في ايرون مان. روبرت ممثل خرافي الصراحة، حتى قبل ايرون مان كان لي ادوار مهمة وكان يعتبر ممثل قوي في السينما، ولكن الانسان كان عنده صراعات داخلية كثيرة. هذا الإنسان قصته قصة مأساوية ولكنها تعتبر قصة نجاح. أبوه كان مدمن مخدرات وخلاه يجرب المخدرات وهو عمره 8 سنوات بس، وكان كل ما يقعد مع أبوه يخليه يجرب نوع من أنواع المخدرات. الصراحة ونعم الأب، الإنسان أدمن المخدرات قبل ليصير عمره 10 سنوات، واستمر على هذا الحال لين نهاية الثلاثينات بعد ما دخل أكثر من مركز لإعادة التأهيل. وبعدين روبرت حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، وهنا كانت نقطة التحول. الإنسان قعد مع نفسه وقرر إنه يصير إنسان جديد، وهذا فعلا اللي صار. روبرت تغيرت حياته، والحين حياته صارت صحية وهادئة وبعيدا عن المخدرات. الكل يعرف مين هو سنوب دوغ، وإذا ما تعرف مين هو أكيد شفت شكله في الميمز والمقاطع المضحكة. الإنسان بالعربي إنسان رايق بمعنى الكلمة، ما له شغل بالناس وعايش حياته بعيدا عن الناس والمشاكل. ولكن يوم سنوب دوغ كان صغير كان عكس هذا الشيء تماما، ما كان إنسان مسالم أبدا، وهذا بحكم أنه كان مولود بأحد الأحياء اللي فيها عصابات في أمريكا. سنوب دوغ دخل في وسط هذه العصابات وتورط في جريمة قتل. أيوة، جريمة قتل. أنا الصراحة عن نفسي انصدمت. طبعا أنتوا تعرفون أنه في عداوة بين العصابات، وكل واحد يهايط ويقول أن عصابته أحسن من العصابات الثانية. اللي صار أنه سنوب دوغ كان يتكلم بطريقة سيئة عن أحد العصابات،
وعشان أختصر القصة الطويلة، صارت ضرابة كبيرة بين العصابات وواحد منهم مات، واللي قتله هو البوديغارد أو الحارس الشخصي حق سنوب دوغ. بعد هذا الشيء سنوب دوغ دخل في محاكمة طويلة، بس الإنسان دخل السجن لمدة قليلة حتى أقل من سنة، ولما طلع من السجن سنوب دوغ تغير 180 درجة، والحين سنوب دوغ يدعو للسلام والحب والمحبة بين العصابات. في المرتبة الخامسة بتكلم عن إنسانة ما توقعت إنها دخلت السجن، وهي باريس هيلتون. باريس هيلتون معروفة عند جيل التسعينات، الإنسانة كانت زي كيم كارداشيان في بداية الألفينات. باريس ما عندها موهبة في التمثيل أو في الغناء ولا أي شيء، ولكنها كانت إنسانة عندها فلوس بس. هذا باختصار كل شيء تسويه. باريس شغلتها الشاغلة في الحياة إنها تصور طياراتها وسياراتها وممتلكاتها. باريس اتمسكت أكثر من مرة وهي تسوق تحت تأثير المخدرات، ولكن لأنها من عائلة غنية ما كانت تدخل السجن مثل عامة الناس، كانت تدفع غرامة كبيرة وأمورها تمشي. ولكن يوم من الأيام القاضي تعب منها، الآدمي قفلت معاه وحكم عليها بالسجن لمدة 45 يوم، وكان في إشاعات إنها طلعت بعد 6 أيام بس. في المرتبة الرابعة بنتكلم عن الشخص الذي يخطف قلوب الفتيات، الشخص اللي يحبون البنات ويكرهون الأولاد، ألا وهو جاستن بيبر. جاستن بيبر إنسان نص العالم تحبه وتموت عليه، والنص الثاني يكرهون كره العمى. ما رح أضيع الوقت وأقول مين هو جاستن لأن الكل يعرف مين هو جاستن. ندخل في الموضوع على طول ونقول إنه هذا الآدمي دخل السجن لأنه كان يسوق تحت تأثير الكحول. الشرطي مسكه وقعد في السجن مدة قصيرة جدا، هذه أقصر مدة سجن شفتها بحياتي. الإنسان قعد 6 ساعات بس وطلع بغرامة. في المرتبة الثالثة بنتكلم عن واحدة اسمها مارثا ستيوارت. مارثا ستيوارت الكل يعرفها كمذيعة في قنوات مشهورة في أمريكا، ولكنها برضو رائدة أعمال كبيرة. من زمان كان الكل يطمح يصير مثل مارثا ستيوارت في ريادة الأعمال، لأنها قدرت توصل لمناصب صعب أي شخص يوصلها في وقت قصير. ولكن بعد فترة تبين أنه مارثا ستيوارت وصلت للمناصب العالية بسبب النصب، الخداع والاحتيال. الإنسانة كانت تزور مستندات وتاخذ قروض من أكثر من بنك. باختصار الإنسانة نصابة. مارثا ستيوارت دخلت السجن لمدة 5 شهور. أوكي، الحين خلينا ندخل في الثقيل، ندخل في المشاهير اللي دخلوا السجن لسنة كاملة وما فوق، ونبدأ ب 50 سنت. 50 سنت غني عن التعريف، حتى لو ما تعرفه أكيد سمعت له أغنية في مكان ما. 50 سنت عاش حياة صعبة جدا. هو قال في مقابلة إنه لما كان صغير كان في بس وظيفتين متاحة للجميع، يا إما تكون تاجر مخدرات أو تدخل عصابات، ما في طريقة ثانية على حسب كلامه. و 50 سنت ما قصر ودخل الشغلتين ما شاء الله عليه. دخل عصابة وبدأ يبيع مخدرات في عمر ال 12 سنة، ولما كان عمره 16 سنة بس الآدمي مسكوه وحكم عليه بتسعة سنوات. 9 سنوات يا جماعة الرقم يخوف، بس الإنسان طلع من السجن بعد 6 شهور. لا تسألوني كيف ولا ليش، هذا اللي مكتوب. ومن وقتها 50 سنت ما رجع السجن مرة ثانية، وقرر إنه يدخل عالم الموسيقى. في
في المرتبة الأولى بتكلم عن شخص مو محكوم عليه بسنة أو سنتين أو عشرة. الإنسان هذا حكموا عليه ب33 سنة في السجن. آخر واحد وأهم واحد بنتكلم عليه هو أو جي سيمسون. أوكي، أدري إنه مو كل الناس تعرف مين هذا الآدمي، لأنه هو لاعب كرة قدم أمريكية ومذيع في أمريكا، يعني هو مو شخص معروف عالميا، ولكن كان لازم أتكلم عنه بسبب المصيبة السوداء اللي سواها. الإنسان هذا وراء قصة طويلة ما أقدر أقولها في هذا الفيديو، ولكن الزبدة الإنسان اتورط في جريمة قتل من زمان في 1994، بس ما كان في أدلة كافية وطلع براءة. وبعد كم سنة اتورط في سرقة واختطاف وحكم عليه ب33 سنة في السجن. شوفوا، الإنسان هذا سايكو ومبين عليه أنه مجنون، بس ما عرف ليش الناس ما لاحظت هذا الشيء. للأسف أوجي سيمسون قعد 9 سنوات بدل 33 سنة، وطلع في 2017. هذا كل شيء عندي يا جماعة الخير. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تحطون لايك، وإذا تحبين أو تحب هذا النوع من المحتوى لا تنسون تشتركون في القناة. شكرا جزيلا على المتابعة، وأشوفكم في الفيديو القادم.